فول والنور والصحة لكل بيشوفونا في كل مكان. صباحكم دايما كله خير وبركة، وحلقة يوم الثلاث. والنهاردة الحقيقة أجملنا كده موضوعين في بعض. دايما نعمل حلقات عن مشاكل السمنة المختلفة ونديكم نصايح كتير، وكل شوية طبعا بيبقى فيه تجديد وفي معلومات جديدة، نحاول إن احنا نبقى دايما متابعين. وبنعمل برضو حلقات تانية عن النحافة ومشاكل النحافة، واتفقنا إنه الاتنين مشاكل سواء سمنه او نحافه، لانه في ناس ممكن يعني بتبقى شايفه الناس الرفيعين قوي دول يا بختهم، لكن لا طبعا يعني كل حاجه معقوله وكل حاجه متوازنه بنبقى مرتاحين فيها اكتر. النهارده هنحاول بقى لو اي حد عنده مشاكل في السمنه، هنتكلم عن موضوع السمنه ونوصل ازاي يعني التوازن او الجسم المعقول المقبول بالنسبه لنا، وبالتاكيد النحافه نفس الحكايه، يعني نزود شويه الوزن ازاي. خلال بقى الحلقه هتبقى في معلومات كتيره جدا جدا، واحنا كمان بنقدر ان احنا نستقبل تليفوناتكم. وخلوني ارحب في الاستوديو الاول بايمان الجميله. صباح الفل يا ايمي. صباح الخير يا منال. صباح الفل. وبرحب دكتور ولاء سرحان، استشاري تغذيه علاجيه كليه طب جامعه الزقازيق، وزميل كليه ويك فورست الامريكيه. كده صح مظبوط؟ كله تمام. صباح الهنا يا حبيبتي. صباح الفل. طيب احنا النهارده نلعب بقى على الونجين، يعني ان شاء الله سمنه ونحافه. دايما نعمل ده لوحده وده لوحده، بس بالتاكيد انت بتبقوا جايين بمعلومات جديده ويعني بنستفاد كلنا منها. هنروح بس لإيمي ونشوف عامله لنا ايه النهارده. يلا يا إيمي. انا عامله اصناف كالعاده سهله خفيفه وصحيه. عامله صنف بالبروكلي بما انه بدا لسه يعني يا دوب بشير وتهل. على طول يا إيمي ما استنيتيش. انا على فكره انا ما صدقت. انا عارفه جدا انا عارفه من محبين البروكلي. جبت كميه بروكلي امبارح مش طبيعيه. واكيد غالي الايام دي لسه في البدايات. لسه شويه في بداياته يعني. هو كان من اسبوعين كان لسه بشير، ودلوقتي بدا ينزل شويه يعني في السوق. هعمل صنف بروكلي اللي هو البروكلي بمكعبات الفراخ. تمام. حلو قوي. ده صنف خفيف وسهل وسريع وفي نفس الوقت حاجه مغذيه، وهنشوف ازاي ممكن يتعمل بيوري البروكلي بما ان في ناس مش بتحب قوي ممكن طعم البروكلي. انا بالنسبه لي بحب ارقشه كمان. ارقشيه يعني كده، حتى في ناس بتاكله ناي. ما بسويهوش قوي. انا بالنسبه لي مش بسويه قوي. بالظبط. تمام. ده صنف. الصنف الثاني هيبقى بتنجان، هيبقى جراتان فريك بالبتنجان. البتنجان هنا انا مقوراه، لسه مقوراه، بس بصوا على طول السواد ازاي. والتقوير ده انا هستفيد بيه برضو. هحطه هشويه وهبتدي اعمل منه برضو سلطه بابا غنوج بطريقه برضو جديده شويه مختلفه. هدخل فيها الفلفل الالوان. الجراتان هيخش معانا فيها الفريك، وهيخش الحليب. انا هحاول ان انا اعمل البشاميل بتاعه اللي هو البشاميل الكذاب. حليب ونشا يعني. حلو. حليب خالي الدسم ونشا. انا معرفش جراتان غير البطاطس الجراتان، وبعملها ما لا فيك حاجه كتيره قوي وما بعملها ولا بش... يعني بتاعها لا الجراتان بيتعمل كمان دلوقتي موضوع كبير عندي بقى، بيتعمل حلو وحادق على فكره. بيتعمل الاثنين. في اصناف كمان حلو بتعمل الجراتان. لا اصل انت مدخله فريك ومدخله حاجات كتير. بالظبط. فموضوع تاني بالظبط كده. اوكي يا حبيبي. احنا بس في البدايه هم دول بس يا اني ولا انت؟ هم دول الثلاث حاجات. ثلاث حاجات. مش قلت ثلاث حاجات؟ اللي هي بابا غنوج. اللي هي ما هي بابا غنوج. لا انا قلت اللي هو قلب البتنجان نفسه. هنستغله. بابا غنوج هنعمله بابا غنوج بطريقه جديده. جديده كمان. هندخل فيه الفلفل الالوان اللي هو يعني هي تعتبر نوع من انواع او شكل من اشكال المتبل اللي هو الشامي. اوكي دكتور، هنتابع ايمان بقى والاكلات تعليق عليها بالتاكيد. واعتقد يعني اغلب الحاجات صحيه وجميله. وايمان كمان بتكمل الموضوع بشكل صحي. هتجوعنا بس بدري. احنا ناكل بعد الحلقه، انا بطمنك. طيب ايه احنا هنبتدي بايه؟ انا هبتدي بس ان انا يعني احاول اسوي بس البروكلي، لان هنا في الصنف ده البروكلي محتاج ان هو يستوي معايا كويس. اوكي. لان انا هحوله لبيوريه. اوكي. اوكي. طيب. بس كام واحده كده. هنبصي بقى وايه يا ايمي بتبتدي. وهنتبل كمان الفراخ، هقطعها مكعبات. هي دي صدور الفراخ معايا. انا هقطعها مكعبات واتبلها ملح وفلفل وبودره الثوم. بس كده يعني. هنقطعها ونتبلها كده وهنسلق البروكلي. هسلق البروكلي. ونرجع لك تاني يا ايمان. خلوني ارحب مره تانيه بدكتور ولاء سرحان، استشاري تغذيه علاجيه كليه طب جامعه الزقازيق، وزميل كليه ويك فورست الامريكيه. يلا هنتكلم بقى عن المشكلتين، مشكله السمنه ومشكله النحافه. من وجهه نظرك كمتخصصه يعني مش الاصعب في العلاج ايه، لكن اللي بتسبب
المشاكل والامراض ايه، لان دايما نقول السمنه مرض ومجموعه امراض او مسببه لمجموعه من الامراض، فهل الاثنين زي بعض في مشاكلهم او خطورتهم؟ طبعا هو سواء السمنه سواء النحافه الاثنين ممكن يكونوا predisposing factors او اللي هي عوامل مؤديه لحدوث امراض، وممكن برضه في نفس الوقت تكون هي عرض لمرض، يعني ممكن تكون هي في حد ذاتها مرض او ناتجه من مرض او تكون هي عرض لمرض، بمعنى ان هي ممكن تكون المؤشر البدائي اللي بتقول لنا ان خلوا بالكم في مشكله في الحته الفلانيه، فبتدينا انديكيشن او مؤشر ان بص على الحاجه دي ممكن تكون بايظه، فبتكون هنا في الحاله دي عرض لمرض. ممكن تكون هي في حد ذاتها مشكله لوحدها مستقله في ذاتها مفيش حاجه معاها، او يكون من الكومبليكيشنز بقى ان المرض ده بقى له فتره فسبب في الاخر سواء كان سمنه او نحافه. يعني ممكن، يعني انا ممكن اتخيل ان الامراض تسبب نحافه، بس في امراض تسبب سمنه غير موضوع الغده الدرقيه؟ يعني في امراض تانية تسبب سمنه؟ اسباب السمنه كتير، اسبابها يعني كتير. يعني ممكن نقول في الاول ان اشهر سبب للسمنه هو السيدنتري لايف، او اللي هي الحياه اللي بنسميها الحياه الرفاهيه شويه، مش شرط حياه الرفاهيه دي ان انا اكون يعني ملياردير بقى وعايش حياه احنا بقى رفاهيه، لا بالزبط. هو قله الحركه في المجمل والاكل بطريقه غير صحيه، دول على بعضهم بسميهم سيدنتري لايف. سيدنتري لايف بمعنى ان انا ما بتعبش نفسي في نوع الاكل اللي انا باكله، ما بتعبش نفسي ان انا امارس جزء معين من الحركه المفروض امارسه في اليوم، فانا قاعد مستقر كده معظم الوقت، دي بنسميها سيدنتري لايف. ده اهم سبب لاسباب السمنه. لكن في اسباب ثانيه، مثلا بنقول ان في عامل وراثي، وهو للاسف معظم الناس بيحبوا يعلقوا العامل الوراثي ده على ان هو السبب الرئيسي للسمنه، لكن هو في الحقيقه لا. انا ممكن يكون الوالد والوالده تخان، لكن في نفس الوقت ده مش شرط ومش سبب اساسي ان انا اكون انا كمان زايد في الوزن. ففي طبعا في عامل وراثي بس مش هو الاساس في الموضوع. الحاجه الثانيه ان انا ممكن يكون كمان عندي مشاكل نفسيه. المشاكل النفسيه من اهم اسباب السمنه حتى لو ما كانتش هتؤدي الى اكل بزياده. الحاجه اللي غير كده ان انا ممكن يكون عندي مشاكل مرضيه. المشاكل المرضيه زي ما حضرتك تفضلتي سواء كانت اي مشاكل من مشاكل الغدد الصماء اللي هي من ضمنها الغده الدرقيه، هي دي اشهر حاجه معروفه، بس السكر في حد ذاته ممكن يعمل سمنه، او السمنه تؤدي الى سكر. السمنه تؤدي الى سكر، تؤدي الى حدوث. بالظبط. كمان ممكن العكس بس طبعا في حالات معينه. غير كده في مشاكل تانية للغدد الصماء زي مثلا الغده اللي هي الكظريه او اللي هي الفوق كلويه، دي المشاكل فيها ممكن تؤدي الى حدوث سمنه. كمان لو انا باخد ادويه زي مثلا ان انا باخد كورتيزون، معروف قوي ان الكورتيزون بيزود الوزن. الستات بقى، وده مش دعوه ان احنا يعني نسيب الاورال كونتراسبتيف بس، او حبوب منع الحمل، بس حبوب منع الحمل بتزود الوزن. فلو انا زاد وزني بسبب ان انا بقالي فتره بستخدم حبوب منع الحمل، يستحسن ان انا انقل على وسيله ثانيه هي مش الوسيله الوحيده، او في انواع معينه من حبوب منع الحمل بتبقى الهرمونات فيها اقل شويه، هم هرمونين فبيبقى واحد مش اثنين، فده بيقلل شويه حدوث السمنه. طب خلينا نروح للنحافه واسبابها. برضو النحافه ليها اسباب كتير. من اهم اسباب النحافه مشاكل نفسيه. كنا دايما حتى نحط صور لحاجه اسمها انوركسيا نيرفوزا، هو الناس سامعه عنها كلام كده، ان في ناس هي كل هي زي ديانا، زي ديانا كده مش كده، لكن تقف قدام المرايه هي حاسه انها في مشكله، فتفضل طول الوقت عايزه تخس، تخس بقى بطرق طبعا كلها غلط. يعني مثلا تاكل وبعد ما تاكل تروح حاطه صباع بقى على طول عشان ترجع، او ان هي تبدا تاخد ادويه اللي هي غلط علشان تخس، او ما تاكلش خالص عشان تخس، عشان هي عندها خوف رعب، هي شايفه نفسها غير ما الناس شايفينها. فده امراض نفسيه، فيها كذا مرض ده المشهور منه. غير كده عندنا برضو في ادويه ممكن تؤدي الى النحافه زي علاج الغده الدرقيه. علاج الغده الدرقيه لو انا اخدته من غير متابعه ومن غير تحاليل ومن غير متابعه مع الطبيب المعالج، ده ممكن في الاخر خالص يؤدي لي الى العكس بقى، اللي هو بدل ما انا كنت بزيد في الوزن، لا ده انا بقل في الوزن بشكل مرضي. كمان في ادويه معينه ممكن تؤدي الى النحافه، زي ما قلنا علاج الغده الدرقيه، وزي الادويه النفسيه برضو في منها جزء ممكن يؤدي الى النحافه. في ادويه كانت منتشره في السوق بس دي الحمد لله اتمنعت يعني، بس في بقى في السوق السوداء اللي هي ادويه بتسد الشهيه. ما بننصحش بيها خالص، لان اي ادويه بتسد الشهيه بحاجات غير طبيعيه بتلعب في مراكز المخ، مش محبس خالص ان احنا نلعب في مراكز المخ يعني عشان نخس، دي برضو ممكن تؤدي في الاخر الى نحافه. ف
فبرضو اسباب النحاس. اعتقد كمان ممكن لو في بعض الديدان في المعده او كده برضو ضمن الاسباب طبعا يعني. بس هي هم يعني عاملين لها شويه اكسجريشن اللي هو ان انا مثلا ايه ده انت بتخس انت عندك حاجه من اتنين، يا اما عندك ديدان في المعده يا اما عندك انيميا. لا مش هم دول المرضين الوحيدين. هو ممكن اصل انا مش هسيب الديدان لدرجه ان هي هتعمل لي في الاخر نحاف، غالبا بنلحقها في الاول لان العيان بيجي يشتكي ان هو ما بيهضمش كويس، ان عنده سوء هضم، عنده مشاكل في الامعاء فبتتلحق شويه بدري. لكن طبعا الامراض اللي بتسبب في الاخر نحافه، في امراض شديده او زي مثلا السرطانات، معروف ان السرطان بيعمل كاشيكسيا بس ده نوع معين من النحافه شديد قوي اللي هو احنا بنسميه جلد على عظم. ده طبعا لان هو واي مرض على فكره يسد الشهيه هيعمل نحافه. في امراض للاسف بتسد الشهيه زي مثلا مريض الكلى، مريض الكلى بيبقى عنده نوع من انواع اليوريميا، ده عباره عن سم موجود في الدم. فالسم زي ما بيزيد قوي بيخلي هو مش قادر جعلية شويه ميه معلش عادي بيحصل اكتر من كده في المطابخ يعني. انا فصلتها خالص، مش عايزه اقول لحضرتك ان الريحه بدات تطلع يعني كده يعني هتعمل الحلقه زبده زبده. لا ده لسه البتنجان بقى كمان. احنا عملنا ايه يا ايمي؟ احنا دوبك لسه بنسلق البروكلي، دخلت بس فلفل الوان والقلب بتاع البتنجان زي ما قلت دخلته في الفرن عشان يتشوي كلهم مع بعض. دخلت نص ثمرة فلفل اصفر ونص ثمرة فلفل احمر. حلو قوي. ده اللي هنعمل منه البابا غنوج. البابا غنوج بطريقه ايمان المختلفه اللي احنا متعودين عليها. بالظبط كده. حلو بالظبط كده. طيب احنا دلوقتي في طريقنا لايه؟ احنا دلوقتي يا ستي هنبتدي في الفراخ، بس انا عايزه اسويها في معلقه زبده. انت الاول بتشوحيها؟ انا بشوحها كده بس، دي تشويحه بسيطه. ايوه. دي معلقه كبيره زبده. وبعد كده يا ايمي الخطوه اللي بعديها وبعد كده كانت متبله سريع سريع اتبلت عادي بملح وفلفل زي ما قلنا وبودره ثوم تمام كده. وبعد كده هتبقى الخطوه اللي بعديها ايه؟ بعد كده بعد البيوري ده ما يخلص، بس انا عايزاه يستوي قوي البروكلي هنا في المرحله دي زي ما قلت في الاول عايزاه يستوي قوي. هتورينا بقى نعمله بيوري ازاي. هنحط معاه معلقه كريمه او معلقه لبن بالنشا. اوكي. انا دايما بستخدم الكريمه الكدابه عشان بتبقى اصح، اللي هو اللبن الخالي مع النشا. حلو قوي. فكرينا طبعا بيها طبعا بالتاكيد. يلا نرجع بقى للدكتور ولاء. دكتور ولاء انت قول انه انا عندي مشكله وانا رفيعه قوي عشان بقى نبعد عن الحالات النفسيه والكلام ده كله، او انا عندي مشكله وانا مليانه. نرجع بقى للبدري اللي هو ازاي اشخص ان انا لانه في ناس بتبقى يعني طول الوقت عندها هيسس انه انا لا مليانه، وفي ناس العكس انا زي الفل كده ومبسوطه باللي انا فيه لو هي مليانه برضو ومش دريانه ان هي ممكن تكون داخله على مشاكل صحيه بعد كده. فاحنا عندنا اللي هي معامل كتله الجسم ولا حاجه ثانيه؟ تمام. هو علشان انا اشخص احنا عندنا اربع محاور بنشتغل عليهم كطبيب تغذيه عشان اقدر اعمل جود ايفالويشن او تقييم جيد للحاله الاخرى. اول تقييم بيبقى لحضرتك اتفضلتي بيه انثروبومتريك. انثروبومتريك اللي هي القياسات. القياسات دي بتشمل ان انا باخد الوزن والطول بس، مش بس اللي انا بعمل بيهم كتله الجسم وهرجع عليها دلوقتي. ببقى باخد الوزن والطول وحاجه اسمها سكين فولد ثيكنس. سكين فولد ثيكنس دي ان انا باخد اشوف الجلد بتاعي لما بطلعه كده بآلة معينة عندنا انسترومنت معينة بشوف تخن الجلد ده بيرجع معايا وبيشد قد ايه، اللي هي الالستاتيك بتاعت الالستيتي بتاعت الجلد نفسه. طب انا بس معلش هو كلام مهم جدا، بس احنا عندنا وكنا بنتكلم عن طبعا احنا موضوعنا عن السمنة والنحافة، احنا دامجين كده الموضوعين النهاردة عشان نحاول نقول لكم اكبر مجموعة من المعلومات. وكان الدكتور ولاء بتقول لنا على اي اساس اعرف ان انا رفيعة قوي قوي زيادة عن اللزوم بشكل غير صحي، او انا مليانه زياده عن اللزوم بشكل غير صحي. هي انا كنت عايزه برضو تقولي انا في بيتي اعرف ازاي، بس هي الدكتور دلوقتي بتقول ازاي في العياده بتعرف. بالزبط. اول حاجه قلنا اللي هو اول حاجه اللي هي الكياسات. احنا اتكلمنا عن الطول والوزن اللي احنا بنعمل عن طريقه المعامل الكتله ده. اوكي. وبناخد حاجه زي ما قلت اللي هي الالاستيستي او ربوع الجلد بتاعت الجلد سكين فولد ثيكنس. وبعدين باخد حاجه اسمها ويست هيب اللي هو قياسات بقى الوسط للهب اللي هو الفخذ. لان انا ما اقدرش اقول ان انا بطني كبيره
غير بالنسبه لفخذي. بالظبط. ولا اقدر اقول ان انا بالقياس من تحت مليانه. برافو. غير بالنسبه لوسطي. طب ما نقول بقى الايديال ايه؟ لا ما هو مفيش ايديال. بجد؟ لا يعني الايديال فوق ايه؟ النص ايه؟ التحت ايه؟ ليميت على حسب السن. السن طبعا. وفي نفس الوقت ميل ولا فيميل، راجل ولا ست. فانا مش عايزه اقول الارقام علشان الناس ما تتعقدش. اه احنا هنتضايق. انا عارفه احنا كويسين. انا عارفه كويسين زي الفل. فدي القياسات. نرجع لمعامل طبعا انا بس هقول الحاجات الثانيه بسرعه، ان انا ده جزء من التشخيص بتاعي. الجزء الثاني ان انا اعمل فحص طبي كامل عشان اشوف ايه المشاكل الصحيه اللي ليها علاقه بالتغذيه. الحاجه الثالثه ان انا اطلب التحاليل. ومن ضمن الحاجات الاساسيه قبل ما اعمل اي حاجه من دي ان انا باخد تاريخ مرضي من العيان، باخد منه بسمع منه كويس، بلس ان انا باخد منه بقى اللي هو الايه الفود دايري، اللي هو انت اكلت ايه يومي بقى ثلاث ايام اسبوع. طيب في حاجه اسمها امبازي، وامبازي ده بيتحمل انه بتبقي عارفه نسبه الدهون، المسلز، الميه، ودي حاجه مهمه قوي لانه في ناس ممكن تبقى وزنها معقول شكلا بس في يعني زي ما بيقول ايه مثلا ترهلات وكميه الدهون في جسمها كبيره جدا. فامبازي اعتقد بتعملوه دايما في العيادات عشان يقول لك برده ساين للموضوع ده. زي ما حضرتك بتقولي ده اسمه بودي كومبوزيشن. بالظبط. هو امبازي ده شركه بتنتج. لا انا اسفه خلاص بلاش عشان احنا يعني دايما يقولوا لنا امبادي فانا اسفه. لا امبادي ده هو شركه للجهاز، هو ده اسمه بادي كومبوزيشن. بادي كومبوزيشن ده هو تحليل جسمي بالظبط، اللي هو مكونات جسمي عباره عن الكتله إيه؟ العضليه والكتله الدهنيه والميه. في بقى بدل حضرتك قلتي الحكايه دي، في ناس بتدمج حاجتين غلط في بعض. اللي هو انا وقفت على جهاز البادي كومبوزيشن ده لقيت ان انا الدهون عندي عاليه ولقيت الميه عاليه. هو طبيعي ان انا بدل الدهون عاليه هتبقى الميه عاليه، لان اكتر حاجه في جسمي بتحوش ميه بالظبط هي الدهون. فاجي بعد كده اقول ايه يا دكتور انا عايز الدهون تقل والميه تقل. انا مش عايز الميه تقل. انا مش عايز الميه تقل خالص. بتشتغلي بقى على كده. دي مشكله. هي دي اصلا الصعب. لان اللي بيخلي بشرتنا حلوه، بصوا كده بشره الاطفال جميله ازاي، ان هي فيها هايدريشن، فيها ميه اكتر. طبعا طبعا. طب نرجع بقى لنقطه اللي هي لو حضرتك بتقولي انا عايزه اشوف انا كويس ولا وحش من غير ما اروح للدكتور في الاول عشان اشوف اروح ولا ما اروحش. بالظبط كده. ده مؤشر مبدئي اللي هو معامل الكتله الجسميه. ده اللي انا بحط وزني بالكيلو جرامات. وانا ما كنتش بقول وزني بالكيلو جرامات دي قبل ما اروح امريكا بصراحه، لان انا اكتشفت ان هم هناك طول الوقت بيقيسوا بالباوندات. بالباوند. احنا بنحط الوزن بالكيلو جرامات على الطول بالمتر، واخد الطول بالمتر ده تربيع سكوير. يس مظبوط. هحطهم تمام. يعني لو حضرتك مثلا طولك 180 هيبقى 1.8 سكوير. واحط دول على بعض. اشوف النتيجه بتاعتهم بقى. لو انا تحت ال 18 ونص يبقى انا كده وزني غلط. بالظبط. تحت انا كده نحاك. ايوه. من 18 ونص لحد ال 25 انا كده كويس. من 25 ل 30 انا مليان بس مش تخين. انا مليان. بالظبط. دي اللي احنا بنقول عليها اوفر ويت. او ان انا مليان. حلو. وانا بحب الستات تفضل في منطقه مليان دي فعلا. هقول لحضرتك ايه بعدين لو وخاصه بعد السن كمان اللي هو بعد المنوبوز. هو بعد المنوبوز طول ما انا مليان هفضل ست. بالظبط. يعني الفات او الدهون اللي في جسمي بتقدر تخزن كميه من هرمون الانوثه. فبعد ما خلاص المبيض يقول لقد نفذ رصيدكم. ايوه هيرجع الفات ده يطلع لي شويه هرمونات. فده مهم جدا. ده مهم جدا. فاحنا عايزين الستات تفضل في المرحله دي. صح. وهتقول لنا برده النقطه دي مهمه قوي قوي يا دكتور ولاء. احنا عندنا بدات الاسئله تيجي بس انا هروح لايمان ونرجع على طول الاسئله بقى كده يعني مباشره لدكتور ولاء. قولي يا ام. انا ابتديت اسوي الفريك بس يا دوبك يعني صفرت بصله كده صغيره حاجه بسيطه. يلا. وبعدين نزلت بالفريك والملح والفلفل والمرقه عشان يتسوى على نار هاديه كده. البروكلي داخل معايا خلاص في السوا، زودته بس شويه ميه عشان انا مش عايزه ازوده ميه جدا علشان انا مش عايزه اتفضل منه ميه. انا عايزه هو يعبي ميته بنفسه بحيث ان انا استفيد بفايدته. تمام. وعلى الفراخ حطيت مرقه عادي على اساس تتسوى مكعبات الفراخ، لان بعد كده هكمل سواها في صوص البروكلي او بيوري البروكلي. وابتديت هنا احضر، حطيت معلقه نشا كبيره مع اللبن عشان انا هستخدم دي الخليط ده هستخدمه في الوصفتين، هستخدمه في وصفه الجراتان وهستخدمه استخدم جزء بسيط منه في البروكلي في بيوري البروكلي. جميل يا ام جميل. واحنا معاكي يا حبيبتي. يلا بقى نبتدي الاسئله اللي جات لنا. اول سؤال جانا من هدى. هدى عندها 55 سنه، عندها مشاكل في الغده الدرقيه والكظريه، وزنها 110 كيلو يا دكتور وطولها 168،
طبعا في زياده في الوزن، مفيش اي دايت نافع معاها غير ان هي بتاكل كل يوم شويه نشويات خفيفه، وممكن يوم بدون نشويات خالص. في بقى نظام صحي تقدر ان هي تمشي عليه احسن من اللي هي بتعمله ده، ولا فين المشكله؟ في عندها مشكلتين كبار، القدريه يعني دي مش موضوع كده نعرف احنا نتعامل لوحدنا اعتقد. الدكتور هو يعني الاول الف سلامه. الف سلامه حبيبتي، ان شاء الله يخليها ان شاء الله سهله. بس علشان انا اقول لحضرتك ان الدايت كذا هيبقى مناسب ليكي، ده مش صح ان انا اقوله. المفروض ان انا هتابع مع الدكتور واشوف المعدلات بتاعه الهرمونات بتاعه الغده الكظريه والغده الدرقيه قد ايه، وبعد كده ابدا اشوف ايه النظام الغذائي المناسب للحاله دي. ان انا اقلل النشويات طول ما انا عندي الحمد لله ما فيش سكر، ده مش مشكله. بس حكايه ان انا اخد يوم نشويات ويوم لا، اللي انا هقدر انصح بيه في الحاله دي ان احنا ممكن نمشي على حاجه اسمها الصيام المتقطع. الصيام المتقطع اللي هو ان انا اقعد فتره صايم زي رمضان كده، اقعد فتره صايم وبعد كده اكل. ده بيخلي الهرمونات بتاعه الحرق في جسمي تبدا تعلى والهرمونات المضاده للحرق تقل. بس احنا في الحالات المرضيه ما بنحبش نعمله لفترات طويله، يعني خلي الصيام المتقطع ده كل مثلا 6 ساعات او 8 ساعات، وبدر الفطار شويه، اخلي الفطار بدري على قد ما اقدر، كل ما هو 6 7 الصبح ده كويس، وبعد كده اقعد 6 7 ساعات مفيش اكل، ويستحسن تبقى الاكل بتاعي فطار غدا عشاء اللي هو الثلاث وجبات بس. لكن اكتر من كده احنا محتاجين نتابع الحاله الطبيه. جميل، يعني طبعا الدكتور قالت عليه ده نظام جميل جدا ومريح جدا لاي حد الحقيقه، لكن بالنسبه لي كمان هيساعدك اكتر، يعني بس ايه هيفتح لك الموضوع ويخلي الموضوع اسهل بالنسبه لك يا مدام هدى، والف سلام عليكي. عندنا مدام منى برضو عندها مشكله برضو، يعني اتصلت بينا وبتقول ان هي عندها بنوته عندها 26 سنه، بس البنوته دي عندها كذا مشكله. اولا هي استأصلت المراره، عندها مشاكل استأصلت الغده الدرقيه، هي تنفع تستأصل الغده الدرقيه، وعندها كمان ثقب في المعده، يعني عندها مجموعه من المشاكل، وشعرها بقى بيسقط وضعيفه والكلام ده كله. طبعا جسمها هزيل. طيب تاكل ايه؟ تاكل ايه عشان صحتها؟ لان هي وزنها كويس. تاكل ايه عشان صحتها؟ طبعا هي ما عندهاش بقى درجه من التركيز وعندها درجه من النسيان و عندها ابن تاني الحقيقه، يعني ربنا برضو يقويك حبيبتي، عنده اعاقه ذهنيه في بعض الاحيان، هو كويس ما فيهوش حاجه، بس في بعض الاحيان حالته المزاجيه بتبقى مش كويسه، فممكن برضو ياكل ايه يساعده انه حالته المزاجيه تبقى كويسه. فنقول بس اول سؤال بالنسبه للبنوته اللي عندها 26 سنه وهي حبيبتي، عايزه ادمج لها الاثنين في بعض، ممكن يعملوا نفس الحاجه. طب يلا حلوه قوي، برافو. منتجات الالبان، منتجات الالبان، وعليكي منتجات الالبان. اللبن بالنسبه اللي عنده مشكله ذهنيه، بالليل لو هو نام كويس ده هيحسن جدا من تركيزه وهيقلل من نشاطه الغير مبرر، فيستحسن ان هو ينام كويس. طب في اكل بيخليني انام كويس، واحسن اكل بيخليني انام كويس اللبن الدافي. اللبن الدافي، الدافي اوكي. يعني دايما نقول خلي اخر وجبه قبل ما الاثنين كبار وصغيرين، مش زبادي، لا كوبايه لبن دافي، انا عايز دافي، لان الدافي بيساعد ان انا امتصه اسرع. فلما بمتصه اسرع هو في شويه احماض امينيه اساسيه موجوده في اللبن عن اي حاجه ثانيه ومنتجات الالبان، فدي لما بتروح للمخ بتعلي الهرمون بتاع النوم، بتخليني اروح في سبات. احيانا يحطوا معلقه عسل بلاش، يعني مش هتفرق، مش هتفرق، بس يعني لو انا عايز ما زدتش في الوزن العسل بالليل مش محب. طب بالنسبه للبنوته اللي هي عندها مشاكل وتركيز وكده، تمام، ده برضو هيخليني انام كويس فهيخليني اركز. يعني اقصد تحط معلقه عسل ولا بلاش؟ يعني هي بما ان هي وزنها كويس ولا في مشاكل عشان المراره ومش عارفه ايه؟ لا هي مش كده، هي نظريه ان انا لما باخد حاجه فيها مسكره شويه واجي انام، لو انا عندي مشكله في المعده، وهي انا سمعت حضرتك بتقولي ان هي عندها قرحه في المعده، لو عندها مشكله في المعده ده ممكن يهيج المعده. خلاص يبقى مش عايزين السكريات، يبقى خلينا في اللبن سك كده. جميل، تبعد عن السكريات على قد ما تقدر، لان السكريات بتخلي المعده تهيج شويه. حتى حضرتك خدت خد بالك لو انت بتاكل حاجه مسكره اي شيء تقول مش عارف معدتي قلبت، نفسي قفلت، مش قادره اكمل، ده لان المعده فعلا بتهيج مع السكريات، بتهيج مع الاكل الثقيل عامه انكلودنج السكريات. هو في ناس فاكره ان السكريات مش اكل ثقيل،
سكريتك كتير. انا بس بتكلم ان العسل يعني العسل بيبقى مختلف عن السكريات ومذكور في القران ويقال هو شفاء للناس والكلام ده بالزبط. فهل ده يعني بيبقى مختلف عن موضوع السكريات ولا داخل معانا في خط لو احنا خدنا كم قليل يعني؟ انا مع حضرتك ان انا لو خدت معلقه عسل واحده احنا لو هناخده على اساس هو شفاء وهيبقى كويس هو شفاء لكل معظم امراض على فكره. بس من اهم الحاجات اللي هو كويس ليه وبيننا داخلين على فصل الشتاء بقى كل سنه وحضرتك طيبين طيبه حبيبتي ان احنا ناخد معلقه عسل كبيره على الريق اول حاجه خضار ده بيبقى كويس قوي 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 للريسبيراتوري سيستم اللي هو للجهاز التنفسي. جميل. فبيخلي يعني الحاجه اللي في جسمي بتساعد على انها تطرد الميكروبات من الجهاز التنفسي حاجه اسمها سيليا. السيليا دي بتتحسن قوي بان انا اشرب معلقه عسل. اوكي بالنسبه للبنوته بقى مع اللبن ومنتجات الالبان على الاقل تاخد 3 كوبايات لبن يوميا. 3 كوبايات لبن يوميا ده هيخليني اخد على الاقل جزء كبير جدا من الاحتياجات اللي انا محتاجاها يوميا. غير كده علشان قرحه المعده زي ما قلنا هنقلل خالص في السكريات والنشويات والدهون لان الدهون بتعمل عبء وهي شايله المراره. فبالتالي انا لما هاخد دهون هتعب. صح. خصوصا انا ولا هعرف اهضمها بقى في المعده ولا هعرف امتصها كويس واكمل هضمها في الامعاء. صحيح. وبالتالي يستحسن انا اقلل الدهون. استعيد بقى عن ايه؟ فاكهه خضروات بروتين لطيف كده. المشويات من البروتينات هتبقى كويسه جدا بالنسبه لي انا مش هحتاج جهد كبير من المعده. زائد ان انا اخد فاكهه وخضار رو يعني مش مطبوخ بالظبط وتبقى كده كم فيتامينات داخله الجسم فتعمل حاله فوائد. استاذ جمال لسه مكلمنا برده دلوقتي بيستفسر عن كوبايه اللبن. استاذ خالد انا اسفه بيستفسر عن كوبايه اللبن وبيقول انه معلش يا محمد هو قال ايه عنده معلش عشان محمد ربنا يكرمك بيقول لي الاسئله بترفع عنده نسبه الحموضه في المعده فهي مناسبه لاي حد ولا ناس وناس؟ شكرا يا محمد يا برابند بكمل يعني هو هنا طبعا اللبن يعني معروف ان هو حاجه جميله وحتى بيبقى بيبطن المعده بس في بعض الناس زي استاذ كده بتعبي اللي هو بيتكلم عليه ده حاجه اسمها ميلك الكالي سندروم. ده مش لكل الناس. بالظبط. وده بيجي مع كميات اللبن المهوله. لو حضرتك خدت بالك انا قلت 3 كوبايات لبن في اليوم هو احتمال هو بيتعب لو هو بيتعب ممكن ياخد بدلها حاجه. انا هقول لحضرتك على حاجه هي دي مش هتبقى حموضه في المعده. مش هتبقى ميلك الكالي سندروم. مستحيل لان ميلك الكالي سندروم بيجي بالكميات الكبيره قوي من اللبن. لكن دي هتبقى حاجه في ثانيه طبيه اسمها لاكتوز انتولرانس. لاكتوز انتولرانس ده سكر اللبن. سكر اللبن محتاج انزيم معين في المعده عشان يتهضم. الانزيم ده لو قليل انا لما هاخد اللبن هيعمل لي مشكله بالظبط هيعمل لي انتفاخات هحس ان انا مش مرتاح هروح جاي على الحمام حاجات مش مظبوطه. طب ده معنى امنع اللبن وامنع منتجات الالبان؟ نيفر. امال ايه؟ اقلل كميه اللبن اقعد اجرب مع نفسي دي محدش يقدر يحكمها خالص غير حضرتك ان انا اقعد اقلل الكميه لحد ما الاقي ان الكميه اللي انا باخدها دي ما بتتعبنيش. يبقى هي دي هتبقى كفايه للانزيم اللي عندي جايب خلاص. ولو كده اقدر لو انا بتعب من اللبن اخد زبادي مثلا؟ لو انا بتعب من اللبن هبقى بتعب من الزبادي فعلا. هم كلهم حاجه واحده. الزبادي هيبقى عنده كميه اللاكتوز ده اللي هو سكر اللبن ده اقل بالظبط بس موجوده يعني هو ساعات نقول ايه الانسان طبيب نفسه ففعلا في بعض الحالات انت بتقعدي تجربي كده تشوفي الحاجه اللي ريحتك يعني ما بنصحش خالص الالبان ومنتجات الالبان خصوصا البنوتات اللي لسه بقى صغنطه طبعا بقى متعبين قوي بصراحه ان هم ايه لا انا ما بحبش اللبن ما بحبش طعم اللبن ما بتحبيش اللبن خدي اي حاجه من منتجات الالبان الثانيه ايفن ايس كريم. بس النظريه ان انا اخد 3 وحدات يوميا فعلا علشان اقدر اكفي احتياجاتي خصوصا ان انت داخله على مرحله بالظبط كده انه دايما نقول البنوتات فعلا هم اللي بعد كده يا ربنا يعني يكرم الكل بيبقى فيه جوز وبيبقى فيه حمل وبيبقى فيه رضاعه وبيبقى فيه يعني ففعلا الكالسيوم اللي في الجسم كله فبيبقى محتاج ان احنا ناسس وده مهم جدا جدا. ايمي ما تقولي لنا انت بتعملي ايه؟ انا طلعت قلب البتنجان والفلفل الالوان من الفرن خلاص هو استوى كده معايا وبياخد شويه زيت ملح وفلفل وهبتدي احطه في الكبه الاول هضربه ضربه بس عشان الكبه عندي هنا صغيره وبعد كده هدخل معاه البصل والثوم والبقدونس واحده واحده يعني. اوكي بس واصله. طيب دكتور ولاء هو اقدر انا احدد كميه السعرات الحراريه اللي انا محتاجاها لوحدي كده يعني هل في كده ولا ده غلط؟
لانه ممكن السعرات دي اخدها من مصادر مش مظبوطه، فتبقى برضو مش داخل في جسمي كل الهرم الغذائي المظبوط المفروض. في بعض الناس يقول لك ايه مثلا، انا لو عايزه تخسي، يعني بنلاقي الكلام ده على النت، لو عايزه تخسي، لو انت المفروض تاخدي مثلا 1200 سعر حراري، لا خدي 900 او قللي 500، لو عايزه تزيدي لا زودي مش عارفه 500 او زودي كام، ولو عايزه تثبتي خليكي مش عارفه كام، طبعا بناء على الوزن والسن والكلام ده كله. هل الكلام ده صح ان احنا نمشي وراه ولا ده غلط؟ لانه ممكن ال 1200 دول اخدهم من حاجه واحده على فكره يعني، وتبقى الحاجه دي كمان ضاره يعني. فنتكلم عن نقطه كميه السعرات اللي انا محتاجاها. في بعض الناس بقت تحفظ السعرات وتمشي على الموضوع ده لوحدها. هو حضرتك سالت سؤال مهم قوي الصراحه. فعلا بيحصل. انا هقسمه جزئين. يلا. الجزء الاولاني بتاع كلام النت استاذنكم ما بلاش خالص. تمام. دي نقطه معلومات مغلوطه فعلا بالظبط. لكن خلينا نقول انا اعرف ازاي اذا كنت اللي انا باكله صحي ولا لا. انا هقول لحضراتكم دلوقتي السعرات الحراريه، واستنى حضرتك تفكريني لو انا عديتها. بس لان حضرتك فكرتيني بحته انا لسه قايلها في محاضره معايا للطلبه امبارح، كنت بقول لهم ازاي تعرف ان انت بتاكل صح ولا غلط. حلو قوي. تاكل صح ولا غلط سهله قوي خالص. حاجه منزلاها السي دي سي في امريكا والدبليو اتش او اللي هي منظمه الصحه العالميه. قال لك انا علشان اسهل على الناس ويعرفوا هم بياكلوا صحي ولا لا، لان مش المفروض انه يكون في دكتور مع كل واحد. طب فانا اعرفهم ازاي؟ في حاجه اسمها ماي بليت. انا بص على الوجبه بتاعتي ككل 100% من اللي انا هاكله. يعني انا هفطر 100% بقى افطاري ده لحد ما اخلص اكل وشرب خالص. اقسمه. المفروض ان انا الطبق اللي انا اكلته ربعه نشويات، ربعه خضار، ربعه فاكهه. فاكهه وخضار يستحسن تبقى رو، مش مطبوخه ومش مهروسه ومش عصير. فاكهه وخضار رو. صح. وربعه يكون عباره عن بروتين. الطبق بتاعي ده فطار غدا عشاء. ربع نشويات، ربع بروتين، ربع خضار، وربع فاكهه، معاهم كوبايه ميه كامله كميه. في ناس بتنسى تشرب ميه. طبعا. دي مشكله كبيره جدا. طبعا. كده بتعمل لود كبير جدا على الكلب. صح. كمعاها كوبايه لبن او ما يعادلها زي ما قلنا بقى، حضرتك عايز مثلا تحلي برز بلبن، تحلي بمهلبيه، تاخد ايس كريم، تاكل كوبايه زبادي بالفاكهه، وات ايفر. المهم ان انا عايز كوبايه لبن. لو انت بتاخد فطار وغدا وعشاء زي ما انا قلت كده، يبقى انت بتاكل اكل صحي. جميل جميل. سهله كده. سهله جدا. وهنا برضو بنقول ان احنا يعني كل المكونات الغذائيه بس تقسيمها هو ده اللي مهم. بالظبط. ده اللي مهم قوي. طيب ما دام بقى شيرين كلمتنا برضو، هقول سؤال يا ايمي وارجع لك على طول. عندها ولد وبنت، الولد عنده 10 سنين، مشكلته ان هو ما عندوش تقريبا مش بياكل كويس يا محمد، وعنده على طول حاله عدم تركيز ومش مركز، مش منتبه، مش بيتذكر. البنوته مشكلتها ده بالنسبه للولد، فتاكله ايه علشان نحل الموضوع ده؟ البنوته مشكلتها ان هي كل حاجه بتعملها بحركه، عندها يظهر فرط حركه شويه او حاجه. البنوته عندها قد ايه؟ البنوته مش عارفه عندها قد ايه يا محمد؟ 8 سنين، يبقى الولد 10 والبنوته 8 سنين. تعمل ايه بقى؟ يعني هنا الولد مش مركز خالص وهادي وطول الوقت كسلان، والبنوته عندها فرط حركه. احنا عندنا حاله اسمها اتنشن ديفيسيت. عنده فقدان شهيه، سوري معلش يا دكتور، بيقول لي مركز. اوكي، المشكله فقدان شهيه، ما بياكلش، ما بياكلش. وجسمه نحيف. جميل جدا. لكن هي توقعها هو ما بياكلش وجسمه نحيف، لكن هو بيقوم بكل نشاطاته زي الفل. بس انا كان عندي مشكله بنتي بالطريقه دي، فهقول لك انا كانت المشكله فين. لكن البنوته عندها فرط حركه، فتعمل ايه؟ تمام. بالنسبه هنبدا الاول بالبنوته فرط الحركه، لان دي في السن اللي احنا المفروض نلحقه، اللي هو الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر. ده الطفل ما بيبقاش مركز قوي وهايبر اكتيف، بيتحرك كتير. بالظبط. ده غالبا بيبقى نقص في الليبيدز الاساسيه، اللي هي الدهون الاساسيه اللي المفروض اخدها. واشهر حاجه فيها الدهون الاساسيه اللي انا محتاج اخدها الاسماك ومنتجات الاوميجا. بالظبط. الاوميجا 3 والاوميجا 6 دول موجودين اكتر في الاسماك ومنتجات السي فود. وبليز بليز سي فود. سي فود يعني مش بوري بولتي. يعني ما بلاش الحاجات اللي لا هم اللي هو ايه، انت تقول لاي حد مصري كل سمك يروح يجيب على طول. طب اوكي، هو فيهم معلبات اوميجا 3 واوميجا 6، بس بلاش المعلبات. احنا يعني خلي المعلبات دي اسايد خالص. انا بتكلم ان السمك اوميجا 3 واوميجا 6 موجودين في البوري وبوتي، بس مش بكميات كافيه. فانا عايزه السي فود، عايزه الاسماك البحريه، السلمون، السردين،
الجمبري، الاستاكوزا، الحاجات دي مره او مرتين في الاسبوع على الاقل. احنا عندنا السمك مش واخد حقه في مصر خالص، ده حقيقي. دي نقطه. النقطه الثانيه المكسره، برافو. حتى ربنا سبحانه وتعالى خلى شكل عين الجمل شكل المخ. فعلا يعني فعل. احنا اول ما شرحنا المخ كده وشفنا شكل المخ لقيناه شكل عين الجمل. فعين الجمل من الحاجات المهمه قوي، مش كتير يعني. اللي هو انا لو كلت عين جمل واحده او اثنين في اليوم ده اتسناف. حلو قوي. دي الاوميجا 3 والاوميجا 6 اللي انا محتاج. حلو. طب لا، العين الجمل غالي، مش عايزين نجيب عين جمل. اللوز. اللوز. اللوز دايما هم يقولوها بقى ايه، اللي هي ايه، قد كف ايدك. طب ما كف ايدي غير كف ايدك. طب تعرفها منين؟ خليها معلقتين اكل كبار. معلقتين اكل كبار من المكسرات، حتى لو سوداني. انا كنت بقى هسالك عن السوداني. حتى لو سوداني هايل. بيبقى بيديني برضو هايل يا جماعه. طيب يعني ما نقولش غالي على حاجات. فعلا هايل جدا. ده بالنسبه للبنوته عشان نديها هي كمان من النوع بيقول من كتر فرط الحركه هي طول الوقت ما عندهاش تركيز، ويعني ده بسبب ده. ده الاثنين حاجه واحده. لان الاوميجا 3 والاوميجا 6 دول بيكونوا لي حاجه في البرين مهمه قوي اسمها بلاد برين بارير، اللي هي النقله اللي بين اللي يخش المخ وايه اللي ما يخشش المخ، وايه اللي يدخل. سبحان الله. الله. فانا دي فلترة. ده الفلتره كلها بتحصل في الحته دي. هي. فانا لما باخد احتياجاتي من الاوميجا 3 والاوميجا 6 ببني ده كويس. بيرفكت. فبيفضل انا كويس. وهم في الاسماك وفي المكسرات او الفول السوداني زي ما قلنا، وده هي. في كمان في كميه زيوت. زيوت. بس اللي ما تبقاش بكميه. انا بقول الحاجات اللي فيها اعلى حاجات، لان انا لو خدت منها الكميات دي هبقى كده خدت احتياجاتي الريكوايرمنتس بتاعتي الديلي. حلو قوي. لكن في زيوت زي زيت الذره وزيت الكتان ولا زيت زيت الكتان، بذره الكتان حلو قوي. زيت الحار. هتاخد فول خده بالزيت الحار. لو حد بيتقبل التعب. انا عايزه اروح لايمي. بالنسبه للولد هو كويس زي الفل في كل حاجه، بس هي حاسه ان هو رفيع وعنده فقدان للشهيه. حاسه دي مع احترام مفيش حاجه اسمها حاسه. انا زيك. انا كنت في حاجه اسمها جروث كيرف بالنسبه للاطفال. جروث كيرف ده دي معدلات نمو بتتعمل على منحنى. انا بتابع مع دكتور الاطفال او مع دكتور التغذيه او حتى مع دكتور الجي بي بقى اي زيارات بيبقى بيعمل ده. بحطه على الكيرف. الكيرف مديني انه طبيعي. هو طبيعي. في اولاد يعني الكيرف ده انا عايز اقول لحضرتك ان هو نسبته عاليه قوي. يعني الرينج بتاعه واسع قوي. فمن طفل ممكن حضرتك تشوفه رفيع لحد طفل حضرتك تشوفه مليان. يبقى بالنسبه لي على الكيرف طبيعي. انا بقى لو على الكيرف مش طبيعي ببدا اتعامل. صحيح. فانا حاسه دي مش هتبقى انديكيشن خالص لاي حاجه. بس نقطه عشان احنا قلنا فقدان شهيه. بليز الفيتامينات مش فواتح شهيه. الفيتامينات مش فواتح شهيه. نقص الفيتامين مضر. زياده الفيتامين مضره. وفي فيتامينات للاسف زيادتها سموم بتعمل حاجات انا ما اقدرش اعالجها كطبيب بعد كده. سموم في الجسم. فحكايه ان انا ده هو عنده نقص شهيه فانا هروح اجيب له الفيتامين عشان افتح شهيته. لا, لا 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 من غير رجوع لطبيب. لا خالص. ساعات يا دكتور بيبقى عندنا احساس ان اولادنا عندهم نقص شهيه وهم ما شاء الله نشاطات زي الفل ومتميزين و و و وببقى انا احساسي بس ان انا عايزه ابني يبقى شكله مليان، لكن طبعا ده مش برضه مش سليم. انا كنت عندي المشكله دي فعلا، لكن الواحد عارف بعد كده المهم انه اداؤه كويس وكل حاجه، نشيط، رياضه، مذاكره، كل حاجه زي الفل. احيانا بيبقى يعني تقسيمه الجسم مش هو جسمه كده شكله كده. لكن هي انا بقى بقول ان هو ما بياكلش كويس. ما بياكلش كويس دي استاذنك تقولي 10 سنين، يعني ده في الفتره اللي الاولاد بيجيبوا فيها بقى الحاجات اللي من بره، الحلويات والشيبسيات والكلام ده. قللي الحاجات دي هتلاقيه بياكل كويس. صح. انا باخد احتياجاتي من الكالوريات من الحاجات دي، استحسن اخدها من اكل صحي احسن ما اخدها من الحاجات. جميل. ايمي معاكي بقى يا حبيبتي الميكروفون عشان احنا الاسئله خدتنا. يلا بينا. بص انا خلاص تقريبا يعني دخلت في السوا، وقريت ان انا طبعا هعمل الباذنجان بالزيت والملح والفلفل. وبندخله شويه على الفرن. تمام. وبقى دخلناه خلاص على الفرن، فيعني يخش بس عندي كده في السوا ويكون الفريك نفس الكلام، يعني تقريبا شبه مستوي. الجراتان اللي انا عملته عباره عن كوب حليب خالي الدسم، وحطيت معاه معلقه نشا وسويته كده على النار، بس دخل ايه معايا يا دوب بدايه البشاميل. حطيته على وش الفريك وحطيت على الوش كمان الجبنه. حتى دلوقتي لازم ادخله تاني الفرن. كنت خلصت بقى اللي هو البابا غنوج اللي احنا قلنا عليه. فاضل دلوقتي البيوريه اللي هو بتاع البروكلي. انا كنت بديت فيه. طبعا البروكلي لما استوى قوي سهل لي عملية الضرب في الكبة. حطيت معاه بصلة صغيرة وتوم. اوكي. وهحط بقى معاه دلوقتي بقية صوص اللي هو البشاميل الكداب اللي احنا حضرناه.
هو انا كده احس بطعم البروكلي يا امي ولا اغلوش عليه شويه؟ لو هيبقى متغلوش عليه طبعا بنسبه كبيره، بنسبه كبيره لو حد طبعاً ما بيحبش قوي، لو حد مش حابب البروكلي قوي بيبقى يعني كده يعتبر متغلوش عليه. انا ضربه نسبه كبيره منه على فكره، بس البروكلي بصراحه فوائده كتيره جدا جدا، كفايه ان هو مضادات الاكسده طبعا، وان هو مقاوم عادي جدا جدا لمرض سرطان الثدي كمان بالتحديد. صحيح. احنا كده هنحط انا كده انا كده سويت الفراخ انا بس مش اهي استخدم نفس. انتي مسميه الاكله دي ايه بقى؟ دي بيوريل بروكلي بقطع الفراخ. بيوريل بروكلي بالفراخ. بالفراخ. حلو جدا. بس كده يا ايمان. يعني بس هو هياخد شويه بقى سوا بسيطة على النار لان هم يعتبروا كلهم مستويين. بالظبط. بتقدم ازاي؟ طيب جميل جدا. وهنشوف برضو بس اطباق صحية او ايه رايك يا دكتور في الاطباق الصحية الروعة دي؟ جميلة بصراحة. بس جميل. هو الكومنت الوحيد في كل الحاجات اللي انت قلتيها ان احنا مش محتاجين نحط لبن خالي بس. وممكن كامل البسم. بس هو احنا عندنا في مصر برضو كومبلكس شويه ان انا عايزه احط خالي الدسم عشان هو ده الصحي. هو خالي الدسم مش هو الصحي. فوائد اللبن فحتى في الدايت يعني دكتور حتى لو انا حتى ايفن يعني بعمل دايت يا اما اكون اجيبه اتليست هاف كريم اللي هو نص دسم بالظبط او كامل الدسم، لكن اخده سكمت ده مش حلو خصوصا للاطفال. الاطفال بس انا بسمع الكبار احيانا بعض الدكاتره بيحبوا موضوع خالي الدسم. وجهات نظر بس ممكن يكون الحاله المرضيه مستدعيه ان انا اشيل الخالي. مثلا لو هو عنده مشكله في الليبيد بروفايل اللي هو معدلات الدهون في الدم فانا عايزه اقلل الفات عامه، لكن كصحي كاكل هيلثي علشان اخد فوائد اللبن لازم يكون فيه جزء فات. حتى لو بعمل دايت حتى لو كده بستفاد من فوائد اللبن كامله، بس بقلل طبعا الكم وبعرف النسبه. بصي انا حطيت كده دلوقتي رشه كرفس مجفف. كرفس الله. الكرفس بيقلب طعم اي حاجه. بالظبط. ومع انا ما اعرفش الكرفس غير في الشوربه بس يا جماعه. لا لا ومع الكرفس حاجه ثانيه. شوربة الخضار بس ده رائع، ده ممكن تضيفيه على اي حاجه بجد. هو شوربة الخضار وبس. لا لا هو طبعا في شوربة الخضار بيعملها ده بس حاجة. انا بس هو لا هو فعلا انا ليا اعز صحباتي دايما بتقول الحاجه دي. كرفس بيغير طعم اي حاجه فعلا حقيقي. بيغير طعم اي حاجه. ممكن احتاج طبعا. واحنا بنقول انه كل الكلام ده كلام جميل ومفيد، فلو بنتقبل الطعم الكلام ده زوده، حطوا كرفس حطوا كل حاجه. طيب معلش بس كان في نقطه صغنطوطه كده بسرعه هتطرق لها يا دكتور، وهي النسبه كميه السعرات اللي المفروض ان انا اخدها بتفترق تماما من سن لسن، من مجهود لمجهود، من فمحدش يعني ياخد القرار لوحده، برده نستعين بمتخصص حتى في الاول نبقى عارفين كل حاجه عن اجسامنا ونبقى فاهمين الموضوع، ممكن ان احنا يعني نجتهد بعد كده. طيب هنتكلم عن موضوع مهم قوي برضو يا دكتور، وهي نسبه فقد النسبه الصحيه لفقد عدد الكيلوغرامات في الدايت، او النسبه الصحيه لزياده عدد الكيلوغرامات في النحافه. وهل عشان ابقى نحيفه لو انا نحيف ابتدي بقى ادخل في الدهون والسكريات والنشويات بشكل اوفر عشان اتخن ولا ايه؟ سؤالين في بعض اهو. عيش يا دكتور. عيش يا دكتور. هو النص الاولاني بتاع افقد كام او ازيد كام، صح؟ ده مهم قوي لان احنا بنفرح قوي بالرجيمات اللي بتنزلنا 3 كيلو و4 كيلو. لا انا كنت بتضايق قوي لما حد يجي يقول لي بص يا دكتور انا عايز انزل 15 كيلو في اسبوعين. بالظبط. انا عندي فستان عايز الفرح. عندي فرح. انا جايبه فستان اقل مني مقاسين عايزه البسه. كلنا عندنا افراح. اقل منك مقاسين. فوائد الدهون في جسمك كتير. يعني اكيد انت بتخسي عشان يبقى شكلك كويس. مظبوط. طيب هل انا شكلي كويس لما وشي يبقى كده؟ لا طبعا. هل انا شكلي هيبقى كويس لما يبقى عندي اضرار صحيه تاثر بقى على جسمي فعلا؟ فعلا. فانا مش هقول لك ان المشاكل دي هتظهر دلوقتي وانت بتعمل الدايت. لا، في ناس وخصوصا الرياضيين بيتبعوا انظمه غذائيه مش غلط خالص، خصوصا حاجات فيها ماينو والكلام ده، وتفر بقى عايز يتخن او يخس، وفي الاخر خالص بعديها مثلا بعد ما يوقف الرياضه دي ب 10 سنين يجي لنا لا قدر الله فشل كلوي. حاجه صح. بقى ما بتتصلحش. صح. حكايه ان انا النسبه الصح انا مش هقول لحضرتك ده علشان تعمله في البيت، لان انا مع راي حضرتك ان انا لو انا عايز ازيد في الوزن او اقل في الوزن اتليست في الاول تروح تعمل
كومبليت ايفالويشن كده اشوف انا واقف فين معايا كده انا فين وبعدين عايز تكمل مع نفسك بعد ما عرفت انت فين ومفروض تاخد ايه وتعمل ايه ذاتس فاين بس في الاول تشيك انا في انهي حته انا في انهي كاتيجوري انا ايه اللي ينفع يتعمل معايا وايه اللي ما ينفعش طب ذاتس فاين انا بقى عايزه اتابع او انا رحت للدكتور وقال لي انا هدي لك الدايت اللي بيخسس 15 كيلو في 10 ايام مع احترامي ما تروحوش تاني بالظبط طبعا اول لحظه ده غير الدايت المختلفه والانظمه اللي على النت اللي كلنا قلنا بلاش كلام النت بقى خالص او فنمنا ده كله هو الصح فعليا ان انا اخس من كيلو ونص ل 2 كيلو اسبوعيا مش اكتر من كده لان ليه لو مش اكتر من كده احنا برضو نفهم الناس طبعا طبعاً هو ليه انا ما اخسش اكتر من 2 كيلو ما انا عندي زياده كتير بالظبط في دهون سهله الحرق وفي دهون في جسمي صعبه الحرق للاسف اللي حضرتك عايز تخس منه صعب الحرق كلنا بنحب نخس من منطقه مثلا البطن والفخاد اللي هي الدراعات من هنا دي دهون صعبه الحرق الدهون السهله الحرق ايه في الوش بينزل وشي بينزل تمام طب بلاش وشي بقى الاهم مش مهم وش على فكره تقولي مش مهم وش انا هقول دلوقتي الدهون اللي مثبته الكلى في مكان الاورجنز اللي هي الاعضاء يا جماعه حوالين كل الاعضاء بالظبط يا دكتور في اعضاء كتير متثبته في جسمي بليجمنت او اربطه بالظبط لكن الكلى من الاعضاء الوحيده اللي مش متثبته باي حاجه كمان غير الفيل ده انا فاهمه كل الاعضاء بس الكلى سبيشال بقى الكلى بقى مش متثبته مفيش كل الاعضاء زي ما حضرتك قلتي تفضلتي ان هي حواليها بالظبط بس الكلى مش حواليها اي رباط هي تمام. اللي مثبته في مكانها حاجه بسميها رينال باد اوف فات هي في ظهرنا من فوق كده متثبته فوق بمخده الكلى مخده الكلى دي عباره عن فات بس سهله الحرق فانا اول ما جيت سهله الحال اول ما جسمي يبدا يلاقي ايه ده انت حد لعب في دماغك ما هو على فكره جسمك بيعاملك على انك عدو مش حبيب يعني ايه ده انت حد لعب في دماغك وقال لك هتعمل ده ما احنا كنا ماشيين كويس فانا بقى هتعب نفسي واروح ادور على الفات اللي انت عايزني احرقها لك والله انا ادور على الفات اللي اريح لان انا احرقها ما هو ما يهمنيش بجد الجسم بيتعامل معايا مش على ان احنا اصحاب وحبايب وكده الكلام حلو وبدا يحلو بس احنا معانا 3 دقايق وعايزين نلخص حبيبتي ونروح لايمان كمان بس فهو خلينا ايه لو هنعمل دايت زي ما قلنا يبقى من كيلو ونص ل 2 كيلو عشان نحافظ على الدهون اللي ما ينفعش تتحرق وعشان اجبر الجسم معايا انه يحرق الدهون اللي انا عايزها تتحرق حلو قوي ده بالنسبه للفقد السليم الزياده السليمه ملهاش ليميت لان هي مستحيل ان انت تترفع بدرجه فظيعه غير لو انت واخد هرمونات وبيتقال احيانا ان حتى في مشكلتها بتبقى اكتر من السمنة بعض الاحيان صعبه في العلاج بتاعها حقيقي بس انا مش بدي ليميت يعني انا بدي ليميت للخساسين ان انا ما خستش ابدا اكتر من كيلو ونص لاتنين كيلو نيفر ايفر في الاسبوع لكن في السمنه او ان انا عايز اتخن ما بديش ليها ليميت لان انا عارف ان انا اصلا ما بجيبش 2 كيلو غالبا اوكي بس ايفن لو انا جبتهم ذاتس فاين جبت 3 ذاتس فاين بدل ان انا ما بستخدمش حاجات غلط ما بستخدمش حاجات تحبس الميه والملح نقطه الاكل بسرعه يا دكتور اكل بقى حلويات ودهون و عشان اتخن لا هي مش كده خالص هو احنا في الحاجات دي بناخد اكل صحي بس بدي كميات كالوريهات اعلى يعني انا باخد اكل صحي بس بكالوريهات اعلى من احتياجات جسمي بحيث ان انا ابدا اخزن جميل جميل ايمي هيا بينا انا عايزه بقى واحده من البتنجان ده عشان انا لازم اتغدى بيها انا عارفه ان انت بتحبي البتنجان ده احنا كده يلا يعني ده خلاص البتنجان يعني تقريبا شبه استوى في ناس بتحب الجبنه سايحه اكتر من كده بس عشان ما تتحرقش وتبقاش جامده اكتر من كده ده بقى ايه على حسب الرغبه تمام بس بزينها كده فوق كده شويه بالبقدونس عشان البياض الكتير اللي احنا فيه ده يلا طب قول لنا بقى الاكلات بتاعتك الاكلات بتاعتي كانت عباره عن البتنجان المحشي بالفريك او اللي هو جراتان الفريك بالبتنجان وكان عباره عن البتنجان قورناه استفدنا بالقلب البتنجان عملنا منه بابا غنوج وحشيناه سوينا الفريك بره نص سوا سوينا برده البتنجان نفسه نص سوا في الفرن وحشيناه وحطينا عليه البشاميل الكذاب او اللي هو اللي هي اللي بيعمل لي الجراتان بعد كده والجبنه الموتزاريلا انا ما احتاجتش اكتر من نص كوب القلب بتاعه بعد ما شويناه شوينا معاه الفلفل الاصفر وشوينا معاه الفلفل الاحمر ضربناه في الكذبه مع البصل والثوم
وزيت الزيتون وحطينا بقى التوابل بتاعتنا. عايزه تحطي كمون اوكي، مش عايزه خلاص انا حاطه بس ملح وفلفل وزيت زيتون. والفراخ بالبيوريه البروكلي سوينا البروكلي كويس وضربناه في الكبه مع البشاميل كداب مع البصل والثوم برده، وحطينا سوينا الفراخ في معلقه زبده بس كده مكعبات الفراخ، وحطينا معلقه الكرفس. هتعملي اكتر من كده؟ صحي يعني، صحي جدا وجديد خالص وسهل. لقيته زيت فعلا صحي، واكيد الطعم حلو، ونحاول ان احنا فعلا ننفذ الكلام الحلو ده. دكتور ولاء انا بشكرك جدا جدا، دكتور ولاء سرحان استشاري التغذيه العلاجيه كليه الطب جامعه الزقازيق، وزميل كليه ويك فورست الامريكيه. واخر كلمه حابه تقوليها لنا عشان نختم فورا. يا ريت كلنا نخلي بالنا من صحتنا عن طريق اكلنا. الاكل اللي حضرتك بتاكله ده بيأثر على حضرتك جوه وبره، بيأثر عليك انظمتك من جوه معتمد على الاكل اللي انت بتاكله، وشكلك الخارجي معتمد على الاكل اللي انت بتاكله. لو انت بتاكل اكل مناسب لجسمك من بره ومن جوه هيبان عليك من جوه ومن بره. انا بشكرك جدا جدا.